إلى ذلك قال محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل في مؤتمر صحفي مع السفير الصيني إنه تم خلال الاجتماع تبادل الخبرات والاستشارة بما يخدم عمل خلية الأزمة في المرحلة المقبلة بما يحمي مواطنينا من خطر كورونا. نعم، الحقيقة هذا اللقاء اليوم كان هو مهم باعتبار أنه دولة الصين هي أول من تفشى فيها الوباء، وقدمونا خبرتهم في نقل خبراتهم للمحافظة وتقديم الاستشارات الضرورية التي ممكن أن تخدمنا بالمرحلة القادمة. سيد مدير عام الصحة تناقش معهم أيضا في أمور علمية وطبية، وستكون هنالك حلقة من التواصل بين المحافظة والسفارة من أجل أنه يكون يعني أخذ الاحترازات، والتي هي أثبتت التجربة بأن الوقاية في الكورونا هي خير من العلاج، أثبتتها بالمطلق يعني. لذلك ستكون هنالك إجراءات احترازية أكثر لمحافظة صلاح الدين في هذا الجانب. حقيقة يعني هذا ينم على أنه عمق العلاقة بين البلد الشعبين والوقوف في وقت المحنة مع الشعب العراقي، وقدمونا الخبرة وقدموا ما ممكن أن يقدمونه من العلاج اللي نجح عندهم في الصين. قدمونا يعني كمية من العلاج وأنطونا إرشادات اللي هم استفادوا منها بالمرحلة السابقة، فإحنا نقدم لهم شكرنا واعتزازنا مرة ثانية بهذه الموقف.